ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم على التوافق ما بين برج الحمل وبرج القوس. إيه، هنتكلم على برج الحمل وبرج القوس سواء المرأة أو الرجل، لأن الكلام ما بينهم هيكون واحد. إيه، بداية العلاقة ما بينكم رائعة، التوافق ما بين برج الحمل وبرج القوس رائعة، الاتنين برجين ناريين. إيه، بيكونوا نفس الطباع ونفس التفكير ونفس تلاقي ان سواء الرجل الحمل او الرجل القوس او او مثلا المرأة الحمل او مرأة القوس، دايما بالنسبة لهم ان هما بيشوفوا الرجل رجل مثالي، سواء حمل او قوس، بالنسبة لهم سواء كرجل يعني الحمل والقوس بالنسبة لهم هو المثالي. شايفينهم ان هما الاثنين بيكونوا في الرومانسية عالية جدا، برجين رومانسياتهم عالية، بيحاولوا ان هم يعني يعيشوا الحياة بشكل حلو جدا، بيحاولوا انه تكون حياتهم مليانة إثارة وتشويق. دايما تلاقيهم بيحبوا نفس الحاجة وبيكرهوا نفس الحاجة. تلاقيهم بيحبوا نفس الأشخاص وبيكرهوا نفس الأشخاص. يعني عندهم تفاهم رهيب، ودايما تلاقيهم محسودين من الناس، دايما تلاقي علاقتهم محسودة من الناس، ودي حاجة يمكن بيتأثروا بالحسد ده، وبيتأثروا دايما بنفسية الناس. بيحصل ما بينهم مشاكل، بيحصل بينهم مشاكل. مشاكلهم بتكون عبارة عن ان هما الاتنين ناريين متعصبين، يعني اقل مشكلة ممكن يحصل خناقة. و طبعا لما بيحصل خناقة من سواء برج ناري فالتاني مش بيسكت، فبتحصل المشكلة وبيكبروا المشكلة، يعني مش بيحاولوا ان هم يهدوا المشكلة، لا، المشكلة ممكن تكبر منهم. ده الحاجة الوحيدة بس اللي هي يعني مشكلة في علاقتهم. طيب ايه الحل بتاعها؟ ان هم يحاولوا ان هم يكونوا متفاهمين جدا في الحتة دي، هم متفاهمين جدا في كل حاجة، الا لما بيبقوا متعصبين بيبقى الدنيا بالنسبة لهم خلاص بقى. فان هما الاتنين يا ريت ان تكونوا عندكم القابلية للتفاهم في موضوع العصبية، لما تتعصب التاني يهدى خالص وتسيبوا بعض لحد ما تهدوا حتى، وتحلوا المشاكل ديت بعيد عن الناس، ومشاكلكم يمكن بتيجي من دايما تلاقي اللي بيكونوا مع بعض سواء برج الحمل والقوس دايما بيبقوا محسودين من الناس، فدوت حاجة بتبقى يعني بتخلي حياتهم او بيبقوا راميين عينهم كده في حياتهم، فطبعا بيتأثروا. يعني طبعا خلي بالكم من الناس وخلي بالكم من القرايب، لان انتوا بتكونوا محسودين من القرايب والناس اللي عارفينكم طبعا اكتر. سواء اصلا برج الحمل بيكون دايما العين عليه، سواء العين عليه من قرايب او قريب او غريب. يعني كده احنا يعتبر خلصنا التوافق ما بين برج الحمل وبرج القوس، قلناه بشكل سريع جدا. التوافق ما بينكم بيكون بنسبة كام؟ بنسبة من 90% لنسبة 95%. طبعا دي نسبة هايلة جدا وحلوة جدا. احنا كده خلصنا التوافق ما بين برج الحمل وبرج القوس. شكرا جدا ليكم.